أرياف جبرين للتجارة. لابد أن للسياحة في عمان طعم مختلف، إذ يتميز هذا البلد بالهدوء والأمان الذي يحتاجه كل مسافر في سفره، كما أن عهد السياحة في سلطنة عمان قريب، ولذا فهي غير مزدحمة بالرحلات السياحية كغيرها من المناطق المشهورة، وبذلك توفر بيئة ممتازة للهاربين من ضجة الحياة وصخب العمل والمدن المزدحمة، بالإضافة إلى تنوع المناظر الطبيعية فيها من جبال إلى شواطئ ساحرة وغابات خضراء وقلاع وحصون تاريخية. تتميز عمان بالنكهة الشرقية في كل شيء، فهي غنية بالحضارة والحكايات التاريخية وممتلئة بعبق التقاليد الجميلة، كما يمكنك أن تتعرف على العديد من الحيوانات البرية النادرة في المحميات وجبال عمان الفريدة، وتشتهر برياضات الغوص والتسلق لمحبي المغامرات الجبلية ورياضات ركوب الخيل والإبل، وأخيرا يكفيك في هذا البلد بساطة الناس وروحهم اللطيفة وترحيبهم بالزوار وكرمهم الواضح. Come here to Oman and visit. They'll show you all around and the people are very nice here. من هنا كانت بدايتنا نحن أرياف جبرين للتجارة. وهدفنا التميز عن غيرنا في تنظيم الرحلات السياحية. استمتع معنا بجولات سياحية في ربوع عمان من خدماتنا: الشقق الفندقية الفاخرة في مختلف ولايات السلطنة، وخدمة تأجير السيارات بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري مع مرشد سياحي يجيد لغات مختلفة، جولات سياحية في تسلق الجبال واكتشاف الكهوف والأماكن النادرة، زيارة القلاع والحصون الأثرية. Right now I'm in a house called Bayt al-Safah. It's a 400-year-old house in Al-Hamra. كذلك متعة المغامرات الرملية والتخييم، تنظيم الرحلات الطلابية وغيرها. لا يعرف الكثير من هواة السياحة العرب الوجهات السياحية الرائعة في سلطنة عمان،
رغم أن هذا البلد الغني بالتاريخ والحضارة يعد وجهة مشهورة للكثير من السياح الأجانب حول العالم، فلا تخلو عروض السياحة الأوروبية من تنظيم رحلات سنوية إلى هذا البلد الهادئ الذي يجمع سياحة الطبيعة وسياحة الحضارة والتسوق. سلطنة عمان التي يصح بأن نصفها بالجميلة حقا. هنا صلالة تبعد قرابة 1000 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من مسقط، منطقة ساحرة تمتاز بأميال من الشواطئ الرملية البيضاء وأشجار جوز الهند والمياه الصافية السماوية، بالإضافة إلى واحات خضراء مبهرة ومعالم تاريخية عديدة، وهي نقطة انطلاق مثالية للتعرف على منطقة ظفار من خلال القيام برحلة في السيارة والتمتع بالمناظر الخلابة. ويكفيك القيام برحلة إلى طريق الجبل الأخضر لتنبهر بمناظر القرى الجبلية والمزارع والطرقات المتعرجة والوديان السحيقة الساحرة. إنه بالفعل منظر يضاهي أجمل المناظر الطبيعية في أوروبا وآسيا. يمكنك الوصول إلى أعلى الجبل والتمتع بمنظر بانورامي خلاب وامتداد واسع للخضرة التي تبعث الراحة النفسية. Oman is a spectacular country. You should come and see it. نزوى. تتميز ولاية نزوى بالكثير من المعالم التاريخية والحضارية والجبال الشاهقة، منها قلعة نزوى وسوق نزوى القديم وبوابتها الجميلة والجبل الأخضر وحصن بيت الرديدة وبركة الموز. ذكرنا القليل عن مواقعنا السياحية في هذا البلد الذي حباه الله بالكثير من مقومات الجمال بين بحر وسهل ورمال وجبال ترسم ملامح لوحة تمتزج بأصالة الماضي العريق. أرياف جبرين للتجارة.